احتضنت القاعة متعددة الرياضات بالأبيض سيدي الشيخ فعاليات اختتام البطولة الولائية للرياضة المدرسية لكرة اليد جميع الأصناف، دورة شارك فيها 12 فريقا من بلديات الولاية إناثا وذكور. مزيدا من التفاصيل في ميكروفون الزميل جلال بن عمير. احتضنت القاعة متعددة الرياضات بالأبيض سيدي الشيخ فعاليات اختتام البطولة الولائية للرياضة المدرسية لكرة اليد باسم المرحوم التلميذ خلفي موسى وبمشاركة 12 فريق من بلدية الولاية وفي جميع الأطوار الثلاث. الدورة شهدت التألق لبعض التلاميذ اللاعبين الذين أبرزوا عن إمكانيات وقدرات كبيرة بالإضافة إلى أولئك الذين ينشطون في نوادي رياضية. نحن اليوم في بلدية الأبيض سيدي الشيخ بمناسبة الدورة الولائية لكرة اليد التي تنظمها الرابطة المدرسية، حيث تشارك فيها 6 فرق من مرحلة ابتدائية، 3 من متوسط و3 من ثانوي بمجموع 130 مشارك بين إناث وذكور. هذه الدورة سميت باسم التلميذ خلفي موسى، ربي رحمه ان شاء الله ويرزق ذوي الصبر والسلوان. هذه الدورة جاءت من خلال نشاطات خاصة بالرابطة المدرسية، ونتمنى لأبنائنا التوفيق في دراستهم وفي مجال الرياضة. أقيمت اليوم في دائرة أبيض سيدي الشيخ البطولة الولائية لكرة اليد أشبال أصاغر وبراعم ابتدائي وبراعم ابتدائي ذكور إناث، يعني كانت مشاركة ب 12 فريق، وأول مرة شاركونا 3 ابتدائيات من 3 دوائر في كل صنف، يعني هذا إنجاز، يعني يعتبر إنجاز. نشكر المنظمين، نشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذه الدورة. وبمثل هذه الدورات التي تفرز عن المواهب الرياضية بالولاية لتبقى المدرسة دائما تنتج أبطالا في المستقبل.